أزمة الخانقة للغاز المنزلي في مدينة تعز وعدم توفر الكمية الكافية من الغاز للسكان ووصول سعر الأسطوانة الواحدة إلى 22 ألف ريال وسعر الأسطوانة الجديدة إلى 70 ألف ريال، كلها عوامل دفعت الناس للمشاركة في توقيع عريضة مطالبات في هذا النشاط الذي دعا إليه تكتل شباب الأحزاب السياسية في المحافظة للمطالبة بإخراج وإرسال المقطورات الخاصة بحصة محافظة تعز من مادة الغاز من شركة صافر بشكل مستمر وطبيعي بدون مماطلة وتأخير أسوة ببقية المحافظات، وعدم تأخير وحجز حصة تعز من الغاز المنزلي في محطة الفرشة، تفعيل رقابة فرع شركة الغاز على الوكلاء وضمان توزيعه إلى كل الأسر المستفيدة، وزيادة حصة المحافظة من الغاز بما يضمن توفره بشكل كاف خلال المرحلة المقبلة، مطالبات تأمل أن تلقى استجابة سريعة للتخفيف من الأزمة خلال المرحلة المقبلة. أيمن قائد، يمن شباب، تعز.